شارك سعادة النائب محمد عيسى العباسي عضو وفد الشعب البرلمانية في منتدى البرلمانيين الشباب الذي عقد في مدينة كيغالي بجمهورية رواندا. وخلال المنتدى أكد العباسي أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم أتاح للشباب المشاركة في المسيرة التنموية لمملكة البحرين، مشيدا باهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقطاع الشباب. ضمن مشاركات الشعب البرلمانية في الاي بي يو اليوم كان في لنا مشاركة في منتدى البرلمانيين الشباب، انتهى من شوي الاجتماع. حقيقة طرحنا التجربة المميزة اللي انطلقت منها مملكة البحرين في دعم الشباب وتمكينهم. احنا نعيش في البحرين أجواء انتخابية اليوم، وطرحنا أيضا الأرقام الكبيرة للشباب المشاركين في الانتخابات البرلمانية الحالية. بينا الدعم المقدم منذ إطلاق مشروع سيدي جلالة الملك بوجود جهة تقدم الدعم الاستشاري للشباب، وهو معهد البحرين للتنمية السياسية. وهذه تجربة رائدة على مستوى المنطقة بأن يتم تقديم الدعم اللوجستي للشباب حتى ينخرطون في العملية البرلمانية.